الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عن ذلك، والتحذير من أن يكون على لسان المرء الحلف بالله عز وجل في كل شيء وفي كل أمر، لأن من لازم كثرة الحلف كثرة الحنث وعدم التزام الإنسان بما حلف عليه، وهذا مما يدل على شيء من الاستخفاف بعظمة الله وعدم الاهتمام بمقامه سبحانه وتعالى. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب، لما يدل عليه كثرة الحلف من الاستخفاف بالله عز وجل وعدم التعظيم لجنابه العظيم سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان كثرة حلف الإنسان في تنفيق السلع التي يملكها والتجارة التي يريد الربح فيها، فيجعل على لسانه دائما في البيع والشراء كثرة الحلف. وكما سيأتي معنا في الحديث، الحلف منفقة للسلعة لكن ممحقة للبركة، يكون موجبا لمحق البركة لهذا الذي لم يعظم جناب الله وأصبح يكثر من الحلف مستهينا بمقام الحلف بالله وما فيه من التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، تعددت العبارات عن السلف رحمهم الله تعالى في معنى الآية، فمنهم من حمل معنى الآية على النهي عن الحلف: واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. ومنهم من حمل قوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بغير تكفير، إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيرا منه لا يترك يمينه دون أن يكفر كفارة اليمين. ومن أهل العلم من حمل المعنى على الحنث في اليمين: احفظوا أيمانكم، يعني إذا حلف على شيء فلا يحنث، يوفي باليمين التي حلف عليها. والمعنى الأول مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي أن المراد بقوله واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، وهذا وجه دلالة الآية على الترجمة، هذا وجه دلالة الآية على الترجمة: واحفظوا أيمانكم، قال ابن عباس لا تحلفوا، فتضمنت الآية النهي عن ماذا؟ عن الحلف وكثرة الحلف. قال ابن عباس: لا تحلفوا، هذا معنى واحفظوا أيمانكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة. الحلف هو اليمين، الحلف هو اليمين، فمن يجعل الله عرضة لأيمانه في تجارته حتى ينفق السلع التي عنده، فتجده وهو يبيع يكثر من الحلف: والله إن هذا سعرها، والله إنها جديدة، والله إنها أحسن شيء موجود في السوق، والله لا تجد مثلها بقيمتها وجودتها، والله والله، تجد على لسانه كثرة الحلف. وهذا الحلف بهذه الطريقة في هذا المقام هو يدل كما تقدم على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم لجنابه العظيم سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الحلف منفقة للسلعة، يعني سبب لماذا؟ لرواجها وسرعة بيعها، لأن الناس تطمئن للشيء الذي حلف عليه بالله، تطمئن للشيء الذي حلف عليه بالله عز وجل. فإذا البائع حلف: والله إنها جديدة، والله إنها أفضل شيء بالسوق، والله لا تجد مثلها بهذا القيمة وبهذه السعر، فتجد هذه اليمين تحدث عنده طمأنينة فيشتري. وقد يكون مغبونا، قد يكون البائع كاذبا، لكنه يشتري، فهي منفقة للسلعة، منفقة للسلعة. وهذا الذي يحلف ويجد أن الحلف صار سببا لرواج سلعته وسرعة بيعها، تجده يستمرئ الحلف ويكثر منه في بيعه، لكن النتيجة ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ممحقة للكسب، ممحقة للكسب. والمحق النقص والمحو، فممحقة للكسب أي نقص فيه وذهاب للبركة، ذهاب لبركته. ومحق الله الشيء أي أذهب بركته، فهو يرى ماله يكثر بسبب اليمين التي دائما يحلفها في بيعه، لكن المال الذي عنده مال ذهبت عنه البركة، ذهبت عنه البركة، عقوبة له، عقوبة له، لأنه جعل الحلف الذي فيه استهانة منه بتعظيمه للرب سبحانه وتعالى وسيلة لترويج السلع والبضائع التي عنده. نعم. قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه ثلاثة من أنواع الوعيد لهؤلاء الثلاثة. الوعيد الأول قال: لا يكلمهم الله، نفي كلام الله عز وجل لهم. ويوم القيامة يكلم الله عباده المؤمنين كلام إكرام وإنعام، وهؤلاء الثلاثة يحرمون من هذا التكليم، تكليم الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين كلام الإكرام والإنعام والتفضل. ونفي كلام الله لهؤلاء العصاة، هذه معاصي ليست مخرجة من الدين، هذه معاصي، فنفي كلام الله عز وجل لهؤلاء
العصاة يعد وعيد شديد في حقهم، موجب لاتقاء هذه الخصالة وهذه الصفات التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني قال لا يزكيهم، والزكاة أصله الطهارة والنماء، الطهارة والنماء، لا يزكيهم أي لا يطهرهم، ولا يزكيهم أي لا يكون نماء الخير عندهم، فهذا الوعيد الثاني. ولا يزكيهم، لا يزكيهم أي لا يثني عليهم، ثناؤه على عباده المؤمنين. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم أي من الذنوب والدنس الذنوب والمعاصي. ولهم عذاب أليم أي عذاب شديد موجع. من هؤلاء؟ قال أشيمط زان. أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، وهو الرجل الذي كبر في السن، ومن يكبر في السن يضعف عنده داعي الشهوة، يضعف عنده داعي الشهوة، فإذا كان بهذا السن كبيرا ويزني يقع في الزنا، فجرمه أعظم من الصغير الذي في حدة الشهوة وثورتها، وكل منهما مرتكب كبير وعظيم وموجب للعقوبة، لكن هذا أشد. وهذا الحديث يفيد أن العقوبات يوم القيامة في الذنب الواحد تتفاوت بحسب ما يحتف بالذنب. يعني الزنا مثلا، الزنا كله على أي حال حرام ومن كبائر الذنوب، لكن الزنا بقريبة الدار بامرأة الجار أو بنته أو هذه عقوبة أشد عند الله، عقوبة أشد. إذا كان الزنا وقع في وقت فاضل أو مكان فاضل أو حال فاضلة فيتضاعف بحسب ما يحتف به. هنا احتف بزنا هذا الرجل أنه كبير في السن، ما عنده الداعي للشهوة التي تثور في الشاب، ليس عنده، ضعفت تماما، فما عنده. إذن وقوعه في الزنا ليس الذي أثاره ودفعه إليه الشهوة وحدتها، وإنما الذي دفعه إليه فساد فيه، فساد في هذا الرجل. ولهذا كان من أهل هذا الوعيد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله أشيمط هذا تصغير أشمط، والتصغير له أغراض عديدة، والغرض من التصغير هنا التحقير، الغرض من التصغير هنا التحقير، تحقير من كان كذلك. أشيمط الذي خمطه الشيب وكبر كبر في السن، اشتعل شعره شيبا، ثم يتجرع على هذه المعصية وقد ضعف فيه داعي الشهوة، مستوجب ومستحق لهذه العقوبة العظيمة. لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه، وله عند الله سبحانه وتعالى العذاب الأليم. الثاني قال عائل مستكبر. العائل هو الفقير، العائل هو الفقير الذي ما عنده مال، وعادة التكبر يتولد عن دواعي، من أعظم هذه الدواعي كثرة المال، كثرة المال بيد الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا كثر في ماله ربما ولد عنده كثرة المال التكبر، لأن المال داعي للتكبر إلا من سلمه الله. ومثل المال الرئاسة أيضا والزعامة أيضا داعي للتكبر. فإذا كان رجل فقير ما عنده شيء
لا مال ولا رئاسة ولا شيء ويتكبر على الناس. ما الذي ولد التكبر فيه؟ الأشياء التي تولد التكبر ليست موجودة عنده، لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك من الأشياء التي تولد التكبر. إذا ما الذي ولد التكبر فيه؟ هذا الاستكبار الذي في هذا الرجل يدل على أن في طبعه فساد، أن في طبعه فساد عظيم، فيتكبر لا على شيء يثير فيه تكبرا، لفساد في طبعه، فاستحق هذه العقوبة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الثالث من هؤلاء موضع الشاهد، ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته، سمى صنيعه هذا الذي هو ترويج السلعة بالحلف، سماه أنه جعل الله بضاعة، بضاعة يعني يروج بضاعته بالحلف بالله عز وجل، لملازمته للحلف في ماذا؟ جعله بضاعة لأن في كل بيع يحلف من أجل أن يروج البيع. رجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، إن أراد أن يشتري حلف وإن أراد أن يبيع حلف. إن أراد أن يشتري قال له شخص مثلا هذه قيمتها 30 ريالا، مباشرة يحلف وما يدري عن أسعاره، لك والله غالي هذا السعر، والله ما تستاهل هذه القيمة، والله إنك فعلت، وإنك يحلف مباشرة في الشراء ويحلف في البيع، في البيع يحلف أنها جيدة أو رخيصة أو أنها جديدة أو غير ذلك من الأمور. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني يحلف في البيع والشراء، هذا له هذا الوعيد. إذا تضمن هذا الحديث النهي عن ماذا؟ عن كثرة الحلف، ولا سيما في هذا المقام، مقام ترويج السلع والبضائع ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله، وأهل العلم يقولون في هذا الحديث كل هذه الأعمال، كل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها وإن كان موحدا فتوحيده ماذا؟ ضعيف، فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه. ولهذا إذا قوي التوحيد وقوي الإيمان في القلب بإذن الله سبحانه وتعالى يعصم الإنسان ويسلمه من مثل هذا. نعم. قال رحمه الله، وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الصحيح، هو في الصحيحين، من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. يقصد بقرنه عليه الصلاة والسلام أي الصحابة، خير أمتي قرني أي خير أمتي الصحابة، هذا المعنى أصحاب النبي، هذا خير الأمة. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ف يدخل الصحابة في هذا دخولا أوليا لأنهم خير الأمة، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خير أمتي قرني، لفضيلة الصحابة رضي الله عنهم علما وإيمانا وعملا وخلقا وأدبا واتباعا للرسول
الكريم عليه الصلاة والسلام، وغلبت الخير فيهم وفي زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم الذين يلونهم، وهم التابعون لهم بإحسان، وهؤلاء أيضا لفضلهم ومكانتهم ولقرب عهدهم بالنبوة، لأن الله شرفهم بلقيا من لقيا الصحابة والتلقي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم الذين يلونهم، أي أتباع التابعين. قال عمران بن حصين رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. هذا الشك من الراوي الذي هو عمران الصحابي، والمشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، أن القرون المفضلة ثلاثة. قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال بعد ذلك: ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. في بعض الروايات قوما بالنصب، وهو الموافق لقواعد الإعراب، إن بعدكم قوما، قوما اسم إن قوما بعدكم. وعلى هذه الرواية يمكن تخريجها بأن يقال: ثم إن بعدكم يجيء قوم، تقدير محذوف، تقدير محذوف، ثم إن بعدكم يجيء قوم على تقدير فعل محذوف، فهي مستقيمة بتقدير محذوف. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، أي لا تطلب منهم الشهادة مثلا فسقهم، لعدم الاطمئنان إليهم، لاستخفافهم واستهانتهم بأمر الشهادة، لا يطلب منهم الشهادة، ومع ذلك ماذا؟ يشهدون، يبادرون إليها ويسارعون إليها. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، فعندهم الخيانة، والخيانة من صفات أهل النفاق، آية المنافق ثلاث، ومنها إذا اؤتمن خان، فهؤلاء أيضا غلبت عليهم أو غلب عليهم كثرة الخيانة، يخونون من ائتمنهم، وينذرون ولا يوفون، ينذرون، النذر معروف، ولا يوفون بالنذر، والنذر الوفاء به ماذا؟ واجب، لأن الناذر جعل ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع واجبا بالنذر، أوجبه على نفسه، فيجب عليه الوفاء. وهؤلاء مضيعون لهذا الواجب، يوفون، ينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن بسبب الإكباب على الدنيا وشهواتها، وأيضا التوسع الزائد في المآكل والمشارب، يكثر فيهم السمن، فذكرهم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم، يعني هذا الحديث يوضح الحديث الأول، لأن الشاهد من الحديث الأول يشهدون ولا يستشهدون، والشهادة فيها حلف، لأن لما يشهد يحلف، تشهد بهذا، ولهذا في الحديث الثاني قال: تسبق شهادتهم أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فما يبالي، يشهد ويحلف، هذا مقصود إرادة الحديث الأول، يوضح الحديث الذي بعده.
قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون، القرون المفضلة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم الصحابة، ثم القرن الذي بعدهم التابعون، ثم القرن الذي بعدهم وهم أتباع التابعين. قال ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يسارعون إلى الشهادة ويسارعون إلى الحلف، ففي تسارعهم للشهادة والحلف، وهذا لضعف ماذا؟ إيمانهم وضعف تعظيمهم لله عز وجل ونقص أيضا في توحيدهم له سبحانه وتعالى. نعم. قال إبراهيم وهو النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا فيه تمرين للصغار وتأديب لهم من الصغر ألا يسارع إلى الشهادة وألا يشهد إلا بعلم وما شهدنا إلا بما علمنا، وأيضا على العهد وأنه عظيم ووجوب الوفاء به، فيربى الصغير وينشأ على ذلك، ومن شب على شيء شاب عليه، إذا ربي على الأمانة على الصدق على الوفاء على غير هذه الصفات كبر ومعه هذه الصفات بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الأولى الوصية بحفظ الأيمان لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وعرفنا أن عبارات السلف تنوعت، منهم من قال لا تحلفوا ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال المعنى أي لا تحنثوا، ومنهم من قال لا تتركوا اليمين بدون تكفير، ولا يمنع أن تكون الآية متناولة لهذه المعاني كلها. نعم. قال رحمه الله: الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. قال رحمه الله: الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. نعم، لأن هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما تقدم معنا في الحديث. نعم. قال رحمه الله: الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. مر علينا في هذا مثالان: الأشيمطة الزان والعائل المستكبر، فالذنب يعظم مع قلة الداعي. الآن الأشيمطة الزان الداعي ضعيف جدا عنده، فزادت العقوبة لما ارتكب الذنب مع قلة الداعي، زادت العقوبة. وكذلك العائل المستكبر، العائل المستكبر الفقير المتكبر أيضا عقوبته تكون أزيد، لأن الداعي غير موجود، الداعي غير موجود. فإذا استفاد من الحديث أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم. قال رحمه الله: الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. إما أن يكون الشيخ أخذها من قوله يشهدون ولا يستشهدون، أو تكون هذه اللفظة ثابتة في بعض الروايات. عندكم شيء فيها في الحديث؟ اقرأ الحديث في النسخة التي عندك. قال رحمه الله: ثم يجيء قوم، في الرواية الثانية ثم يجيء قوم تسبق شهادة، لا الأولى،
ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. نقول لعل هذه تراجع، الذين يحلفون ولا يستحلفون، هل هي موجودة في بعض روايات الحديث؟ إن لم تكن موجودة فالشاهد موجود في الحديث فالحديث الذي بعده، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فهذا يستفاد من ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، لأن يمينه تسبق كما قال عليه الصلاة والسلام شهادته. ما معنى تسبق شهادته؟ أنه يحلف دون أن يستشهد، يحلف دون أن يستشهد، فالحديث يدل على هذا المعنى. لكن هذا اللفظ هل جاء في الرواية في الحديث المتقدم أو لا، لعله يراجع. إن لم يأتي فالدليل واضح في حديث ابن مسعود في قوله يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. قال رحمه الله: السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. نعم، ذكر قال ثناؤه على صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ولا أدري هل ذكر ثالثا ثم الذين يلونهم. فلهذا يقول الشيخ ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، القرون الثلاثة أو الأربعة، ثم ذكر ما يحدث بعدها من أعمال هي من نقص الإيمان وضعف الدين، يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، ينذرون ولا يوفون، تسبق شهادة أحد يمينه، هذه كلها أعمال تدل على نقص إيمانهم وضعف توحيدهم. نعم. جاء في صحيح مسلم قال: زاد في حديث أبي عوانة قال: والله أعلم أذكر الثالثة أم لا، بمثل حديث زهدم عن عمران، وزاد في حديث هشام عن قتادة: ويحلفون ولا يستحلفون. نعم، الغالب الشيخ يتتبع يعني الروايات ويكون أثبت لفظ، ولهذا أنا حرصت أن نبحث. غالبا الشيخ يتتبع يعني وذكره بهذا اللفظ، لفظ الحديث الأول: يحلفون ولا يستحلفون. نعم. قال رحمه الله: السابعة ذم الذين يحلفون، الفائدة الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، لمجيء هذا اللفظ في هكذا يقال، لمجيء هذا اللفظ في رواية في صحيح مسلم لحديث من حديث قال زاد في حديث هشام عن قتال. نعم، في حديث عمران. نعم نعم. بمثل حديث زهدم عن عمران قال: وزاد في حديث هشام عن قتادة: ويحلفون ولا يستحلفون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم، هذا لفظ الحديث: يشهدون ولا يستشهدون، يعني مسارعتهم للشهادة، ومثل ما في الحديث الذي بعده: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. قال رحمه الله: الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، يعني تربية لهم وتنشئة لهم على العناية بهذه الأمور، أمور الشهادة، أمور العهد والتعظيم لها وعدم التسرع فيها، فيربون أولادهم لئلا ينشأوا متساهلين مضيعين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في النصوص من الأمر بحفظها والوفاء بها، الأمر بحفظها والوفاء بها. والمراد كما بين أهل العلم في ذمة الله وذمة نبيه التي تدخل في العهود، كما سيأتي معنا في حديث بريدة رضي الله عنه.
وعدم الوفاء هو من عدم التعظيم لله، من عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والعقود، وخاصة إذا كان معها ماذا؟ يمين وحلف بالله. إذا كان معها يمين وحلف بالله عز وجل فيكون يتأكد أو يعظم في مثل هذا المقام محافظة على الأيمان. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بماذا؟ بالحلف. بعد توكيدها أي بالحلف باليمين بعد توكيدها. نعم. قال رحمه الله: عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو جيش إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث بريدة رضي الله عنه ابن الحصيب الأسلمي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الجيش معروف، والسرية هي القطعة من الجيش، القطعة من الجيش. إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هاتان وصيتان عظيمتان، الأولى تقوى الله، تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والوصية الثانية الوصية بمن معه من المسلمين خيرا، أي يترفق بهم ويتلطف ولا يشدد عليهم ولا يعسر، ويكون رفيقا ويترك التعاظم عليهم ونحو ذلك، ومن معه من المسلمين خيرا. قال: فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله. بسم الله هذه فيها الاستعانة، وفي سبيل الله هذه فيها الإخلاص. بسم الله فيها الاستعانة، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. أغزو بسم الله أي مستعينين من الله بالله، طالبين مده وعونه. وفي سبيل الله أي مخلصين لله عز وجل.
قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، من الغلول أي الذي هو أخذ الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، قبل أن تقسم. والله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال ولا تغدروا، وهذا فيه النهي عن الغدر الذي هو نقض العهد والمواثيق. ولا تمثلوا، التمثيل التشويه بالقتيل، بقطع أنفه أو أذنه أو شيء من أطرافه والعبث به. قال ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصبي الصغير، لا تقتلوا وليدا، وكذلك النساء والرهبان، كل هؤلاء لا يقاتلون، لا يقاتل، لا يقاتل، لكن إن قاتلوا قتلوا. قال ولا تقاتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر الخصال، لكن قال ثم ادعهم إلى الإسلام، هكذا الرواية في صحيح مسلم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وذكر غير واحد أن الصواب إسقاط ثم، بدون ثم، كما هو في سنن أبي داود وغيره، لأن ذلك تفسير الثلاث الخصال، قول ادعهم إلى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام، هذا تفسير للخصال الثلاث، الأولى الدعوة للإسلام ويأتي بقية الخصال. فقول ادعهم إلى الإسلام هذه الخصلة الأولى، فثم تشكل هنا، لأن قوله ادعهم هذا تفسير للخصال الثلاثة، والابتداء بثم يوهم ماذا؟ يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال، يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال المعنية. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، أعرض عليهم أن يسلموا وأن يدخلوا في هذا الدين، فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، أي من الفيء والغنيمة. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي فيكون لهم ما للمجاهدين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية من الخصال الثلاثة، الأولى الدعوة للإسلام ولحق بها بعض التفاصيل، الثانية قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، الجزية المال الذي يعقد للكتاب يلزم به، جزية فعلة من الجزاء. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي عن قتالهم. فإنهم أبوا، هذه الخصلة الثالثة، فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، وهذا موضع الشاهد من الحديث، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني إذا قالوا له تعطينا عهد الله وعهد رسوله، لا تعطيهم هذا العهد، قل أعطيكم عهدي وعهد أصحابي، نحن نعهدكم عهد منا، تعظيما لجناب الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فإنكم أن تخفروا، أي تنقضوا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، أي أن تنقضوا ذمة الله
ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد الآن من الحديث للترجمة، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. يعني إذا حكمت حكما باجتهاد منك وتحرر للصواب وترى أن هذا هو الموافق للشرع، لا تقل هذا حكم الله، لأنه ماذا؟ اجتهاد، احتمل الخطأ والصواب. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور، لكن حكمه عن اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب. فلا يقول لهم هذا حكم الله، هذا حكم الله، يقول هذا اجتهادي، هذا اجتهادي، هذا حكمي أنا في نظري في النصوص واجتهادي في معرفتها. قال: فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذا سأل سائل عالم قال: ما حكم الله في كذا، ما حكم الله في كذا، وكانت المسألة اجتهاد، لا يقول حكم الله ويذكر ما ظهر له بالاجتهاد في المسألة، وإنما يقول الذي يظهر لي حسب اجتهادي وعلمي أن الحكم كذا وكذا لدليل كذا أو نحو ذلك، لكن لا يجزم أن اجتهاده الذي يراه قولا أو جوابا في المسألة أنه هو عين حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين ذمة المسلمين. نعم، أي أن ذمة المسلمين أمرها أهون والخطر فيها أقل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تخفروا ذمة ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. نعم، يكون في الحديث دلالة على القاعدة المعروفة: ارتكاب خف الضررين وأقل الأمرين خطرا. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: قوله: أغزو باسم الله في سبيل الله. الثالثة: أغزو باسم الله، أي مستعينين بالله، وفي سبيل الله أي مخلصين لله. قال رحمه الله: الرابعة: قوله: قاتلوا من كفر بالله. نعم، كفر بالله أي امتنع من الإيمان بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: قوله: استعن بالله وقاتلهم. نعم، الاستعانة لا بد منها، لأنه لا طاقة للإنسان بشيء إلا إذا عانه الله عليه ويسره له. نعم. قال رحمه الله: السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم العلماء هو حكم عن اجتهاد، اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، مثل ما في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال رحمه الله: السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري، هذا يقول خطابا للصحابي الذي أرسله، قال: فإنك لا تدري، يعني لمن أرسله وأمره، يقول: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. يعني إذا اجتهدت ووصلت إلى حكم معين لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا، لأن المجتهد عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، مثل ما في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، فهو عرضة للخطأ. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، لعل هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.